يا شباب، في حد عنده اي سؤال؟ فرق بين ايه؟ البيل والساوندر، الجرس والساوندر. هو البيل والساوندر حاجة واحدة، بس البيل هو الساوندر اصلا. اللي بيختلف عنهم حاجة بيسموها الهورن. هو في الاخير هو وسيلة اظهار صوت، بتحط فيه نغمة معينة عشان تبدأ تظهرها. بس الهورن ده او البوق بيسموه، ده بيتحط في الاماكن الخارجية. معظم شغل الاماكن الداخليه، لو انت داخل مبنى بتحط ساوندر او بيل. طبعا شكله بيختلف من شركه لاخرى، يعني بتبقى شركات بتتفنن بقى في الاشكال بتاعت الساوندر. هو في الاخير مجرد حاجه بتدي لك صوت زي سماعه في الاخر. تمام، دكتور أشرف، اتفضل. لو حبينا نصنف الزر اليدوي نصنفه تبع وحدات الإدخال أو على المعالجة أو ده الخارج. سؤال مهم، ده وحدات ادخال الزر اليدوي. انت بتدخل بيه امر، صح؟ انت بتدخل اوردر للوحه عشان تاخد اكشن، يبقى ده ادخال. يعني اي واحد يقول لك المايك في الكمبيوتر ادخال ولا اخراج؟ المايك انا بدخل بيه. بس هو مش سنسور ولا لا؟ هو مش سنسور، هو حاجه يعتبر حاجة. هو ايه الفرق بين السنسور وان انت تفتح بمفتاح؟ ما انا لو انت فاكر في مانوال اوتوماتيك. مانوال اوتوماتيك، فاكر يا باشمهندس الاضاءه مثلا، مش في حساسات بتبقى راكبه في السقف؟ لما انت تيجي تعدي من تحت الحساس ينور لك النور، تمشي بعديها بخمس دقائق يفصل النور، ده اسمه حساس. انا حاطط حساس بيحس بالموف، بيسموه موفينج سنسور، اللي هو حساس حد بيمشي تحته كده بيفصل الكشاف او بيشغله. مش انت كان ممكن تنور الكشاف بالمفتاح بالسويتش بتاعك كله اوف؟ تمام. فانت هنا كل الفكره عايز تنشط الصوت، عايز تخلي حد يصوت. الحق يا جدعان احنا بنتحرق، يا جدعان بنموت. يعني انت ممكن تحط الساوندر ده صوت واحده بتصوت، ايه المشكله يعني؟ المهم ان انت تاخد اكشن، المهم تعمل انذار مبكر للناس اللي موجوده عشان تقدر تخلي الناس دي تبدا تهرب. في حته مهمه جدا اللي سال عليها برضو الباشمهندس، موضوع الساوندر والبيل. في بعض الورش وفي بعض المعامل اللي هي بيبقى فيها مثلا مواتير وصوت عالي، ممكن يبقى واحد بيصين مكنه جوه وحصل حريق وهو مش شايف، فلازم نركب عليها حاجه بتعمل فلاشنج. يعني تلاقي الصوت حد بيصوت الحقونا وهو بيعمل فلاش كنور عشان الراجل ده لو هو ممكن مش سامع الصوت يبقى ايه، يبقى شايف اضاءه. طبعا الصوت بتاع البل دايما بيبقى عالي، بيزيد عن، هنشوف الكلام ده في المواصفات، عن 65 ديسيبل. الصوت العادي اللي انت بتسمع بيه الصوت بتاعنا ده بيبقى في الستينات، هو دايما بيعمله فوق ال 65 ديسيبل بحيث يبقى صوته عالي. حتى لو واحد اطرش في انذار الحريق بتلاقيه سمع، لان هو بيبقى الصوت عالي جدا. وزي ما بقول لك كده، في ناس بتحط معاه فلاش لايتنج عشان تقدر تدي انذار. طبعا الانذار ده ليه الراجل هنا حاطط لوحه ارشاديه لمخرج دكتور الطوارئ؟ اشرف، اتفضل. الله يعطيك العافيه. اتفضل. بالنسبه للحساسات، ممتاز. يعني لو بركبها مثلا كم المسافه هنقول اللي الكلام استشعر ده فيها الحساس؟ اهو كل حساس هتيجي، ما هو ده الستاندرد. طيب هو ده الستاندرد. في سؤال يعني ثاني معلش. في الستاندرد اللي هو المسافه بين كل حساس والتاني، والحساس اصلا اركبه على ارتفاع كام؟ يعني ممكن انت تلاقي سقف عالي، افرض السقف عالي، واحد عامل سقف 3 متر، واحد عامل سقف 5 متر. طب افرض ان انا موجود في اوبن اريا يا باشمهندس، مسافه مفتوحه ما فيهاش سقف، وعايز احط حاجه بتوضح انذار الحريق، في نوع اسمه بيم ديتكتور اهو. افرض ان انا موجود مثلا عند مكتبه مثلا في الجامعه هنا، وعايزين نحط حساسات لو حصلت نار، او واحد مثلا عارف انت الهناجر اللي بتاعت الموجوده في الصناعيه دي، الهانجر ده تلاقي ارتفاعه 9 متر، لو هو حط حساس مثلا سموك او هيت اخره 3 متر 4 متر، النار على بال ما تحس تطلع لفوق مش هيحس بيها الحساس، تمام؟ او هتبقى حصلت مصيبه. فهم بيحطوا حاجه زي بتطلع شعاع كده بيسموها بيم ديتكتور، هشرحها. بيشتغل باشعه الانفراريد، ده في الارتفاعات اللي فوق ال 9 متر. يبقى كل حاجه ليها تطبيق، وده بيبقى عباره عن، طيب بص، ده بيبقى عباره عن حتتين، عباره عن ترانزميتر وريسيفر، الكلمه اللي خدناها. تمام، اتفضل. إيه؟ حد عايز ليه؟ انا عايز الناس تسال عشان احس الناس عايشه لا بقى معايا. سؤال ثاني معلش. ايوه لا اسال، اتفضل. بالنسبه للتوصيل الحساس يعني بالتفصيل، هل نربطه في الكهرباء مثلا؟ ما اتوقع يظبط مش هنربطه في او الكهرباء، يكون احنا بنعمل حاجه بيسموها لوب. انت هتشوف دلوقتي في حاجه ما اعرفش، بص شايف دي اهي، انا ادي اللوحه، ادي اللوحه بطلع بسلك، لوحه تحكم. دي لوحه الفاير الارم كنترول بانل اللي هي لوحه التحكم. تمام، ايه تمام. اللي هي ايه بطلع منها، كان شكلها موجود هنا اهي، اهي اللوحه دي مثلا، وادي الديتكتورز. انا كل الفكره عايز اربط ايه؟ عايز اربط وحده التحكم الرئيسيه دي بشويه الحساسات دول، ولما يحصل حريق حد يصوت يبقى الصوت ده هيطلع من خلال صوت. تمام، يبقى انت وحدات تمام. ادخال اهو، وحده معالجه، ووحدات اخراج. انا دلوقتي لما هاخد كمان المخططات بكره ان شاء الله، على اول ما نكون فريش كده ناخد المخططات
مخططات لمشروع. المخططات دي بتبقى ماشيه ازاي بالبلدي؟ اهو انا باخد ادي الفاير الارم، باخد حاجه بيسموها من اهم اهم كلمه في الشغل بتاعنا، حاجه بيسموها اللوب. لوب لوب يعني حلقه مغلقه. لوب يعني بطلع من اللوحه واروح الف كده وارجع تاني للوحه، اهي دي سموها لوب. ولذلك لوحه التحكم دي بتتحدد بالنمبر اوف لوب. يا ريت الناس تكتب القصه دي يا شباب، السؤال ده مهم جدا. لازم انا اطلع بسلك من لوحه التحكم واوصل افرش الحساسات في المبنى وارجع بالسلك ده برضو للوحه، وبالتالي بص هنا، بص ركز معايا، انا طلعت من هنا رحت موصل حساسات وماشي مربطهم كلهم في المبنى كله وراجع تاني. ففي نقطتين، النقطه اللي بدات منها والنقطه اللي رجعت ليها، اهي الحته دي كانها لوب، حلقه مغلقه. فيدباك لوب. ايوه فيدباك لوب، الخط اللي رجعنا بيه ده اسمه فيدباك لوب. اللوب دي يا باشمهندس لما انت تروح تشتري لوحه تحكم، حسب عدد اللوب بيتغير السعر بتاعها. يعني في لوحه يقول لك دي 1 لوب، في لوحه ثانيه يقول لك 2 لوب، 3 لوب، 4 لوب. كل ما اللوحه تقدر تطلع منها النمبر اوف لوبس ده اكبر يبقى افضل. ليه؟ لان انت بتزود لان احنا هنشوف دلوقتي كل مصنع بيحدد، يقول لك اللوب الواحده مثلا فيها 50 حساس، في شركه ثانيه يقول لك اللوب فيها 200 حساس، في شركه تقول لك 256 حساس. يبقى كل لوب هي اللي بتحدد لك عدد الديفايسز او الديتكتورز، يعني الديتكتورز اللي هتركب معايا كام، وبالتالي هتحدد النمبر اوف لوب. يعني انت لو رايح تشتري هتشتغل في مشروع بسيط مثلا، في كل الديتكتورز، سموك ديتكتور وهيت ديتكتور والساوندر والكلام ده كلهم مثلا 50 حبه، تمام؟ يبقى انت كل اللي هتعمله هتروح تجيب فاير الارم كنترول بانل 1 لوب، لان لحد 200 تقريبا معظم الشركات بتطلع 200 حبه في الـ في الـ في الـ في اللوب الواحده، وده بيبقى موجود حسب الشركات. والشركات انا جايبها لك، وحتى هدي لك ارقام الناس اللي شغاله في الرياض هنا، تقدر تتواصل مع الناس بتوع هانويل، مع ايسر، مع جينت، مع شركه سيمنز. انا في السوق، فهدي لك ارقام ناس، ودي ان شاء الله تبقى ميزه ليك في الكورس هنا، ان انا بربطك بالناس العمل، والناس دي تتمنى تجي لك الشغل. يعني انت لو مهندس مقاول او استشاري اتصل بالسبلاير، تلاقي السبلاير بيجي لك حاضر يا باشمهندس، ويجيب لك الكتالوجات. عندي كل الكتالوجات على فكره اشارها لكم، وهدي لك كل ارقام الناس ان شاء الله تبقى على الجروب، بحيث تبقى انت ايه فتبقى لك ريليشن مع الواقع العمل.